أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج لبنان اليوم. حقيبة واحدة علقت مسار تأليف الحكومة وهي حقيبة وزارة العدل، ومنها تشعبت وبرزت عقد أخرى كإعادة إحياء تمثيل النواب السنة خارج تيار المستقبل وشد الحبال بين القوى السياسية، لاسيما بين القوات والتيار الوطني الحر، سمة هذه الأيام قبل التأليف. ورغم العقد التي سجدت لم تتوقف المشاورات، لاسيما على خط بيت الوسط ومعراب، أبرزها اللقاء الذي حصل مساء السبت بين الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير شعشع. فأي خلاصة خرجت بها هذه المشاورات؟ هل عاد التأليف إلى المربع الأول؟ هل القوات فعلا متمسكة بوزارة العدل أم بوزارة وازنة؟ وما حقيقة الكباش حول حقيبة الأشغال؟ ولماذا لم تطالب بها القوات بدلا من العدل؟ أم أن إتمام المصالحة مع المردة جعلها تحيد هذه الحقيبة؟ كل هذه الأسئلة وسواها نطرحها على ضيفنا عضو كتلة الجمهورية القوية النائب الدكتور فادي سعد. أهلا وسهلا فيك. يعني مثل ما قلنا المشاورات بعد ما وقفت، بكل لحظة وبكل ساعة في اتصالات، منها معلن ومنها غير معلن. يعني أي خلاصة خرجت بها هذه المشاورات؟ هل فعلا عرض عليكم بدائل لحقيبة العدل أو أنتم متمسكين بحقيبة العدل؟ خليني أقول أساسا نحن ولا مرة كنا متمسكين بحقيبة معينة. نحن من أول المشاورات كنا بلغنا الرئيس الحريري انه شو الرزمه اللي نحن بنحب نحصل عليها انطلاقا من تمثيلنا النيابي وانطلاقا من مشروعنا الاصلاحي. نعم. داخل الحكومه ولا مره كان الموضوع موضوع حقيبه خدماتيه او سياديه او هيك توجه سلطوي. ما من الاول كان توجهنا اصلاحي، طالبين كنا عم نطالب بانواع حقائب نقدر ننفذ فيها مشروعنا يلي بهم كل اللبنانيين. بالنتيجه هذا مشروع بيصب بمصلحة لبنان، بمصلحة العهد. نعم. بمصلحة توجهنا السياسي. هذا من الأول للآخر كان هلأ على الإعلام في شيء تاني عطول، في أخبار العلاقة بتنازلات والعلاقة بمفاوضات وكأنه عم نشتغل على صفا أما لا سمح الله. صحيح هيك عم تتصور الأمور أو وكأنه نحن معرقلين تشكيل الحكومة؟ أبدا. خليني أقول وكون واضح، نحن مصممين نسهل مهمة الرئيس المكلف، مصممين نفوت بحكومة تدعم العهد وتكون هيك حكومة خير على كل اللبنانيين. من هنيك ورايح إذا التنازلات لها علاقة بتنازلات للمصلحة العامة نحن مستعدين نتنازل لأقصى حدود، وتاريخنا بيشهد على هالشي. هلأ إذا التنازلات كانت قصة هيك كيدية، لا ما رح نقبل أنه نعامل بكيدية. بالواقع الموضوع منه واضح كتير، في شكوك حول هيك هالمسار، مسار تشكيل الحكومة. ما بنفهم ليش بيكون مثلا في حقيقة موافق عليها بعدين متفاجئ انه لا سحبت الموافقة. يعني حقيبة العدل كان موافق عليها ثم سحبت؟ طبعا صح. نحن بلغنا بشكل رسمي من رئيس الحريري انه في موافقة على حقيبة العدل، في موافقة عليها من رئيس الجمهورية. طبعا وبعد يومين مثل ما صار واضح بالإعلام ما بقى في موافقة. بكل الأحوال هلأ المشاورات حثيثة. أنا ما بدي أقول رجعنا على المربع الأول، ما بفتكر. نعم. لا بفتكر هيدي آخر 100 متر. يعني في حقائب عم تعرض عليكم هلأ بدل الحكي العدد. متواصل، يعني في تواصل مش يومي، أكثر من يومي، أكثر من مرة بالنهار مع الرئيس المكلف للوصول لحكومة. ونحن الدكتور جعجع أبلغه للرئيس المكلف انه نحن حده وداعمين مهمته وعم بدنا نسهلها قد ما بنقدر. يعني ما رح تكون القوات عقبه قدام تشكيل الحكومه، هيك بحب طمن يعني. نعم. ابدا كثير منيح، يعني متفائل انه يكون في ولاده حكوميه وما تكون رجعنا للمربع الاول. اكيد ما رجعنا للمربع الاول، متفائل. هذا عم بقول انطباع شخصي مش معلومات. نعم. انه الحكومه قريبه. لانه انا ماني شايف في عقبات حقيقية. إلا إذا في عقبات مستترة. نعم. بس مش مبين. هل فعلا عرضت عليكم العمل كبديل عن العدل؟ أنا بتمنى ما ناقش كتير بالتفاصيل. بالتفاصيل
لأنه إيه في كتير باكجز عرضوا وبعدنا عم نتناقش مع رئيس المكلف بموضوع الحقيقة حتى العدل بعد ما انشالت من التداول بعدنا عم نحكي العدل أو شيء تاني. ولكن مصادر رئيس الجمهورية أكدت أنه العدل من حصة الرئيس لأنه هو حاجة لها ليكون عم ينفذ مشروعه الإصلاحي. واضح. نحن أبدا الكباش منه مع رئيس الجمهورية. نعم. أصلا ما في كباش مع حدا، بعكس ما بيتصور بالإعلام كمان مرة. من حق رئيس الجمهورية يقرر أي حقائب بده، ونحن من حقنا كمان نقول أي حقائب بهمنا نحصل عليها لحتى نحقق مشروع الإصلاحي اللي آخر شيء بيلتقى مع مشروع الرئيس. بالنتيجة نحن أي نجاح منحققه بالوزارة هو نجاح للعهد أولا وآخرا، يعني هالعهد نحن داعمينه اللي كنا شريك أساسي، ما بدي سميها التسوية الرئاسية بس بهالتسوية اللي صارت على مستوى الوطن على الأكيد القوات اللبنانية كانت شريكة أساسية، لبل كانت شريكة محورية. موقفنا هو اللي بدل الاتجاهات المحلية والدولية تمهيدا لانتخاب رئيس الجمهورية. نعم، فينا نقول يعني القوات منا مصرة على وزارة العدل، تحديدا وزارة العدل لأنه في ملفات قضائية يمكن بتهمها عالقة أو شيء، منا مصرة على حقيبة وزارة العدل بحد ذاتها. هلا خلينا نقول نحن وزارة العدل حصلنا عليها مرتين بالسابق وما استعملناها لأغراض العلاقة بالـ LBC إذا عم تلمحوا هالموضوع، ولا مرة استعملنا وزاراتنا لمقارب فئوية. الكل بيعرفوا أنه نجاحنا ونجاحنا بالانتخابات جزء كبير منه ناتج عن أدائنا المتجرد بالحكومات. هذا قرار قيادي لا رجوع عنه بالحزب، أنه نحن نتعامل بوزاراتنا من منطلق جماعي ومن منطلق المصلحة الوطنية، مش من منطلق مصلحة فئوية أو إلى علاقة بحزبنا. يعني مش جايين على الوزارات ننفع جماعتنا مثل ما غيرنا عم يجرب يعمل، لا، نحن جايين نفيد كل المواطنين، وأدائنا بالوزارات اللي أخذناها كان أكبر دليل على هالشيء، يعني على هالتوجه. يعني على كل حال من خلالك موجه تحية للوزير البروفيسور إبراهيم نجار يلي كان طبعا مرتين وزير عدل وما استعمل أبدا الوزارة لملفاتنا. يعني يقال أنه نعم كان في موافقة على إعطائكم ومنحكم حقيبة العدل، ولكن إلى أن كان في كلام لرئيس الحزب الدكتور سمير جعجع اعتبر هذا الكلام بمحل معين تحدي، نوع من التحدي، فأعيد وسحب هذا القبول. هلأ الكلام دكتور جعجع ما كان تحدي أبدا، وبتمنى هالنظرية ما تكون قائمة، لأنه إذا قائمة بيكون مؤسف أنه التعاطي السياسي بلبنان يكون قايم على كلمة من هون أو من هون. بالنتيجة دكتور جعجع رئيس حزب وعلى رأس تكتل كبير، من حقه يعبر مثل ما بده. يعني كمان ما بدنا نرجع للناس هيك ذهنية الدولة البوليسية، يعني كل ما مسؤول صرح بيكون عم يتوجه لشخص معين. أبدا. نعم. يعني بالنتيجة حقنا صرح وحضرنا نصرح، نحن نمثل شريحة كبيرة من اللبنانيين، نحن لازم نوصل صوتهم، دورنا الأساسي نوصل صوتهم. اي شيء تاني بنعمله بنكون ما عم نقوم بواجباتنا. يعني كمان ما بيجوز كل ما حدا يعمل تصريح يفسر وكانه هجوم على حدا، وخصوصي انه بالاجمال نحن كلنا تصاريحنا لايقه وما عندنا هيك هالنفس الهجومي او الكيدي بالتعاطي السياسي. وبالتحديد دكتور جعجع على طول بيكون يعني معروف عنه لايقته وتهذيبه، ماشي الحال اذا صرح تصريح ما بدي. بتمنى ما يكون هذا السبب يعني. نعم. ما بفتكر. نعم. يقال انه القوات اللبنانيه عم يعني تصاعد بمطالبها لدرجه انه بترفع السقف، كل ما حصلت على مطلب بترفع السقف. يعني لما حصلت على مطلب نائب الرئيس طلبت بوزاره العدل او حقيبه وازنه، وبعدين لما تنازل رئيس الجمهوريه عن حصته بمطلب نائب رئيس الحكومه كمان، وتنازل عن انه اعطاكم ثلاث وزارات رفع على الاربعه كمان، هون عليتوا السقف. يعني مثل كانه في كل ما تاخذوا مطلب بتطلبوا مطلب اخر. بدي بس خالفك لانه هالتوصيف مش دقيق. نحن اليوم بحكومه تصريف الاعمال عندنا اربع وزارات، عندنا نيابه رئيس الحكومه، وعندنا الصحه وعندنا الشؤون الاجتماعيه والسياحه وعندنا والاعلام. والاعلام. نعم. هذا اليوم بثمان نواب كان عندنا اليوم. نحن اليوم صرنا 15 نائب بقى، واللي معروض واللي مبين هو شيء موازي للي عندنا اليوم. ما شفت انا وين بعد عم نعلي بسقفنا.
نحن إن كان طلقنا من اتفاق مع رب يلي البعض ناعيه بس نحن متمسكين فيه، ولا انطلقنا من أي معادلة عددية أو أي معيار، نحن لازم يطلع لنا 5 وزراء اليوم. استغنينا عن 5 وزراء إلا مروح على 4 لتسهيل مهمة الرئيس المكلف، ما تمسكنا بالحقيبة السيادية اللي هي من حقنا. نحن بالنتيجة نحن حزب وازن وتكتل كبير، نعم، وتكتل مسيحي حاصل على 30% من الأصوات بالانتخابات. من حقنا يكون عندنا حقيبة سيادية مثل غيرنا، يعني ما بنفهم ليش الحقيبتين السيادتين من يكونوا بفريق واحد، ومع هذا كله نزلنا على الحقيبة السيادية. هلا كمان ما بيجوز يمنعوا فريق واحد، لأنه حضرتك يعني ما عم تفصل بين حصة الرئيس وحصة التيار الوطني على الحد، لأنه انتخابات حصلت الانتخابات بشعار العهد، يعني أكترية النواب مع احترامي لقلون أخذوا جزء من أصواتهم من وراء العهد. يعني نبلش مين اللي ترشح بالتيار وما كان عم يستعمل العهد بالحملة؟ الكل، كانت هيدي لوائح العهد، صوت للعهد، صوتك للعهد، كل الشعارات اللي مرقت. ونحن نعتبر أن التصويت إجا للتكتل للتيار وللعهد مع بعضه، نعم، ما فيها نفصل. نحن منميز بين موقع رئيس الجمهورية وموقع رئيس التيار، بس ما بنفصل بالحصة، يعني بالنتيجة هن فريق واحد. يعني عم ترتكبوا الخطأ الاستراتيجي اللي قال عنه الوزير جبران باسيل إنه عدم اعطاء حصة لرئيس الجمهورية. الوزير باسيل عم يصرح اشتغلي وعكسها كل الوقت، انا ما بدي ما بدي ارجع فوت بسجلات، كان مصرح عكسه تمام قبل، يعني بموضوع حصة الرئيس في عندهم مطولات، بموضوع حصة وزارية للرئيس انه هيدي حصة غير دستورية ومش موجودة بالنصوص وضرب للدستور. ما بدي ارجع فوت بسجل، لانه انا بعتبر انه نحن من الناس يلي هيك ملتزم بكلمتنا، ملتزم بمشروعنا، ما بدي فوت بسجل مع هيك مع توصيف مش بمحله. نعم دكتور فادي، كمان اليوم يستغرب انه ما طلبته بحقيبة الاشغال، علما انه هي حقيبة جدا وازنة خصوصا بالمرحلة المقبلة، في كتير مشاريع بيصادر مرتبطة بحقيبة الاشغال منها للمطار وغيرها، لانه انتو عشية المصالحة مع المرضى، ويعني مراعاة لحصة المرضى وهلأ المصالحة ما طلبته فيها. اول شيء مين قال ما طلبنا بالاشغال؟ نحن الاشغال كانت ضمن الوزارات يلي تمنينا على الرئيس الحريري انه ناخذها. برجع بقول نحن ما عملنا مقايضه بمعنى مع الافريقيين انه بدنا هالوزاره وهالوزاره وهالوزاره. نحن حددنا للرئيس الحريري كيف نفهم مشاركتنا بالحكومه، عم بحكي بالخطوط العريضه، وحتى ما رحنا على تفاصيل الوزارات، بلا قلنا له مثلا في هالوزاره وهالوزاره وهالوزاره بنحب انه نحصل على وحده منهم، أعطيني مروحة كبيرة كمان مش نسهل له مهمته. ما كنا عم نطالب وكأنه بدنا حقيبة معينة، ولليوم نحن ما عم نقايد مع حدا، حتى وزارة العدل بغض النظر مع مين كانت رح تكون، بالنسبة لنا وزارة العدل هي مدخل للإصلاح بلبنان، طبعا نتمنى أنه نحصل عليها لحتى نحقق مشروعنا الإصلاحي. برجع بكرر يلي بصب بخانة العهد والإصلاحات يلي طرحها رئيس الجمهورية. نعم دكتور فادي، يعني هامش المقايضة صار كتير ضيق، لأنه كل الأفريقاء صار عندها تقريبا حصص معروفة، تربية اشتراكي، الصحة، حزب الله وغيرها وغيرها. اليوم تطرحوا مقايضة الطاقة مقابل العدل، لأنه عندكم مشروع للكهرباء أو لا مش هيك الأمور؟ عندنا مشروع للكهرباء، عندنا مشروع للعدل، وما بخفيك سر عندنا مشروع لأي وزارة رح نحصل عليها، أي وزارة رح نحصل عليها، عندنا مشروع متكامل لها، تحضير جاري لكل هالوزارات. نحن مش خايفين بأي وزارة بننجح بأي وزارة ما رح ننجح، رح ننجح بأي وزارة بنستلمها، وهذا اللي مبين من أدائنا. الموضوع موضوع مبدأ، فريق وازن جاب 15 نائب بالانتخابات النيابية، هالتكتل له حق يكون ممثل بنسبة تناسب هالانتخابات النيابية، نتائج الانتخابات النيابية قصة مبدأ مش غير شيء. نحن شو ما أخذنا، ونحن مش مع تصنيف الوزارات سيادية وغير سيادية ومهمة وغير مهمة، كل الوزارات مهمة، أي وزارة بيستلمها شخص لايق وبيحترم حاله وعنده مشروع بيخليها تصير وزارة سيادية. ولكن في وزارات خدماتية، في وزارات نحن ما أهم من وزارات، هيدي الحقيقة. يعني برجع بقلي نحن بنأسف لهالتصنيف، بس بما أنه البلد ماشي بهالتصنيف نحن فريق وازن، من حقنا نكون ممثلين بصورة وازنة، بس غير هيك برجع بقول نحن بنحلم بدولة كل الوزارات يكونوا مثل بعضهم. نعم
ما حدا بينسى مثلا دكتور غسان سلامه بوزاره السقافه شو عمل؟ يعني كانت وزاره سياديه على ايامه. اي حدا بيستلم وزاره وبيشتغل فيها مثل ما لازم بتصير مهمه، ما في وزاره مش مهمه، بالنتيجه هاي الوزاره بتعاطى بشؤون الناس بغض النظر كانت خدماتيه او مش خدماتيه، لا بل الوزارات الخدماتيه هن سلاح ذو حدين لانه بيكون عم بيخدم ناس ويزعل ناس. والانتخابات النيابيه اكبر دليل على انه المواطن اللبناني ما بينتخب بالخدمات، بينتخب بالسياسه. صحيح. وهذا اللي خلانا ناخذ هالعدد الكبير من التأييد واللي هيك مرجح انه يزيد مع السنين، مش لانه عندنا خدمات كثير، لانه نحن ناس اصحاب مبادئ، اصحاب مشروع، شفافين، عم نشتغل بوزاراتنا مثل ما لازم لكل المواطنين بشهاده الخصوم، بشهاده الاصدقاء. نعم. دكتور فادي هلا شو عم بيصير؟ يعني هلا عرض عليكم عرض عم تدرسوه ام يعني بهالاسئله؟ هلا رح اقول لك، تفاوض، هلا تفاوض مستمر كل الوقت لحتى نلاقي صيغه نقدر نطلع فيها بالحكومه. وبرجع بقول نحن عم نصورها وكانه التمثيل القواتي هو العقبه الوحيده امام التأييد. صحيح. في كثير عقبات عم تتذلل وحده ورا وحده، مثل مثلا تمثيل السنه، كلهم تمثيل السنه او التمثيل الدرزي او التمثيل الارمني او الاقليات، يعني في كثير عقبات بس ولا وحده اساسيه. انا بقول كلهم هودي بينحلوا طالما في اراده بتشكيل حكومه سريعه، وطالما ما بقى عندهم خيار، يعني ما بقى عندنا هالترف نقعد بلا حكومه، خلص لازم يتشكل حكومه باسرع وقت لانه طبعا في ملفات دهمه ما بقى تحمل هيك الانتظار. طبعا في تحديات كثير كبيره ناطرتنا، ولكن في حال يعني الحصه اللي عرضت عليكم ما كانت بتناسب اللي رؤيتكم لوجودكم بالحكومه، معقوله تبقوا برات الحكومه؟ بطمنك رح ناخذ حصه تناسبنا وما رح نضل برات الحكومه. نعم، ما بكون زعلانه انا. هيك رح يصير يعني، لا رح ناخذ لانه نحن هيك مرنين، ولانه هدفنا تسهيل تشكيل الحكومه ما رح تكون العقدة عنا يعني. نعم. برجع بقول كمان التنازلات إلى حدود. لا أنا أكيد رح ناخد تمثيل وازن بالحكومة ورح نكون بالحكومة، ما رح نكون براتها. يعني بهذا التفاؤل وبهالمرونة رح ننتقل لفاصل إعلاني ومنعود لنتابع موضوع التلت المعطل وأيضا موضوع علاقتكم مع المرضى. مشاهدينا فاصل ونعود لمتابعة هذه الحلقة مع النائب الدكتور فادي السعد، ابقوا معنا. أهلا بكم مجددا، نستكمل الحوار مع ضيفنا عضو كتلة الجمهورية القوية النائب دكتور فادي سعد. أهلا وسهلا فيك. أهلا. مجددا، يعني صرت قوية لدرجة أنه السفارتين الفرنسية والأمريكية طالبت الرئيس المكلف بإعطائكم وزارة العدل كما ذكرت اليوم معلومات صحفية. هلا يا ريت نحن هالقد عنا دعم دولي. خليني أوضح الصورة بعيد عن التأويلات الإعلامية. هلا ما في شك أنه الجو الدولي وتحديدا الدول المانحة بصدر عم بتطالب رئيس الحريري بتشكيل حكومة متوازنة. متوازنة يعني تكون فيها كل الأفرقاء. هلا حكومة متوازنة، متوازنة سياسيا طبعا، حكومة متوازنة سياسيا لازم يكون فيها القوات بالنتيجة. نعم. لها علاقة بتموضعنا السياسي ولها علاقة بحجمنا بالانتخابات. يعني ما بتقدر حكومة، يعني مطلب دولي وإقليمي تسمى جامعة، حكومة جامعة ومتوازنة ما فيها هيك تستثني 15 نائب مع هالتمثيل الشعبي اللي أخذناه. أي ما في شك أنه تعريف الحكومة المتوازنة هي أنه نحن نكون فيها ممثلين بشكل وازن، بس أنه السفارات طلبت نكون عنا وزارة العدل على أكيد مش هيك يعني. نعم. هذا هيك تسلية إعلامية. شو قصة التلت المعطل؟ هل فعلا خلصنا من مسألة التلت المعطل أو لا في بعض محاولات لفريق معين يمتلك التلت المعطل نرجع نعيد تجربة الوزير الملك؟ هلا عطول في محاولات للأفريقاء. هلا كل فريق بتمنى، خليني أقول أنه هيدا المطلب طبيعي. بس الاستقتال ما نوصل له مش طبيعي، يعني طبيعي أنه فريق بيخفي نية معينة للتعطيل. لا، يعني فريق تعطيل أو تحضيرا لشيء ما. هلا فريق بده يكون عنده تلت المعطل باللعب السياسي هذا حق انه كل فريق يجري بيكون عنده تلت اذا بيقدر، بس بالتوازنات اللبنانيه بهالتجربه اللي خضناها من 2005 لليوم، لانه قبل 2005 ما كان في تجربه سياسيه حقيقيه. صحيح. بين انه ما في فريق هيك يهيمن على الباقيين وما في فريق يكون عنده تلت المعطل. وانا برايي اي حكومه
فيها خلل بهالتركيبة هي حكومة بتسقط بسرعة يعني أو بتنشل بسرعة، وأكيد مش هذا المطلوب يعني. ما في شك أنه هاي الثلث المعطل مطلوب من بعض الأفرقاء، بس على الأكيد في اتفاق أنه ولا فريق يكون عنده وحده ثلث المعطل، وأنا برأيي هيك مناسب، هيك بتكون حكومة متوازنة. تعريف الحكومات المتوازنة منا نسبية، الحكومة متوازنة يعني ما حدا عنده ثلث المعطل، ما حدا مهيمن عليها، يكون فيها كل الأفرقاء الأساسيين ممثلين، وبهالإطار صار واضح الحكومة باستثناء بعض التعديلات كيف رح يكون شكلها، بين من هلا كيف رح يكون شكل الحكومة. نعم، ولكن مع الأسف إذا بدنا نجي نحسبها اليوم في تحالفات كمان تكتسب صفة الثلث المعطل لو ما كان في فريق واحد عنده إياه، يعني أي فريق اليوم بيتحالف مع فريق تاني قادر يعطل الحكومة. طبيعي، كل عمره طبيعي، وخصوصي إذا رجعنا بدون ما يكون في نية للرجوع لانقسام 8 و14 اللي كان انقسام مبدئي بس انعكاساته كانت كتير سيئة على الوضع اللبناني. على الأكيد كل فريق اليوم قادر يكون عنده ثلث المعطل بتحالفاتنا، وهذا شيء طبيعي يعني. اللي عم بيصير اليوم هو مجموعة أقليات عم تتمثل بالحكومة، صحيح، ما بقى في فريق طاغي. هالمجموعة الأقليات ممكن تلتقى مع بعضها على مشروع ما وتختلف مع بعضها على مشروع آخر، وهذا عم نشوفه كتير بوضوح بمجلس النيابي. بالمجلس النيابي في كتل عم تتفق مع بعضها بغض النظر عن السياسة على مشاريع معينة، وعم تختلف على مشاريع اخرى. مثل ما شفنا البترول بالبر، يعني التقى نواب حزب الله اختلفوا مع نواب التيار الوطني الحر حول صلاحيه، حتى نواب التيار انقسموا حول الموضوع. خلص في حيويه جديده وفي نظره جديده للعمل التشريعي وللعمل السياسي بلبنان، عم تخلي هالكتل تتفق مطارح وما تتفق محلات اخرى، وهيدا بصير مشروع ساعتها يكونوا متفقين على ثلث معطل ما. الحياه السياسيه هيك لازم تكون يعني، بالنتيجة عم نقرب من الديمقراطية الحقيقية، مع أنه بعدنا بعاد شوي بس عم نقرب أحسن من قبل. يعني قبل كان انقسام عقيم ما يوصل لمطرح، حتى لو أنا مقتنع بمبدئية هالمشروعين، في مشروعين أنا بعدني متمسك بمشروع 14 أدار بدون ما خلي مشروعي يأثر على انتظام الحياة السياسية. بعد برأيك في مشروع 14 أدار؟ إذا ما في 14 أدار ما في لبنان، يعني لبنان بدون حرية وسيادة واستقلال ما في لبنان، هذا هو لبنان يعني، بغض النظر عن رأي البعض. وكمان هيدي نظرة منا نسبية، هي نظرة مطلقة، لبنان هو الحرية ما في شيء تاني، أكيد سيادة واستقلال، بس أساس لبنان، أساس وجود لبنان هو الحرية، هذا البلد، وبدون حرية نروح نسميه غير شيء. نعم، لاحظنا كل هالفترة السابقة أنه القوات اللبنانية، إن كان دكتور سمير جعجع أو إن كان كل النواب والوزراء، داعمين للرئيس المكلف، إن كان لا يعني كل ما يتعلق بصلاحياته بمهل التكليف وغيره، كنتوا دائما ضد أي يعني مس بهذه الأمور. ليه كنتوا داعمين لهالدرجة الرئيس المكلف، مثل كأنه كنتوا بوج فخامة الرئيس؟ خليني أقول لك كمان توصيف مش كتير دقيق. نحن اليوم متمسكين بالطائف مثل ما هو اليوم، مع انه نحن عنا ملاحظات لا تعد بموضوع الطائف، يعني خليني اقول بمهل التكليف مثلا، بس نحن ضد انه حدا يحكي عن مهل التكليف. في كتير مشاكل مش مضبوط، نحن اصلا ما في مهل للتكليف، صحيح. نحن اليوم ضد خرق الدستور لاسباب العلاقه بهذا، كان العلاقه بالرئيس المكلف ولا برئيس الجمهوريه ولا برئيس مجلس النواب. يعني نحن اليوم مع تطبيق الطائف وإعادة الحياة للحياة السياسية بلبنان، وإعادة الحياة للمؤسسات الدستورية بلبنان، مع احترام كامل للطائف بشكله الحالي. نعم. وبنبقى بنحكي عن تعديلات إذا في زوم للتعديلات، حتى إذا لازم الأمر يوم من الأيام نعدل نغير النظام نحن مستعدين، بس مش بهالظروف، مش بهالظروف داخليا بظل وجود سلاح بعد ما نظمناه بلبنان، ومش خارجيا بظل هال البراكين والزلازل اللي عم تصير حوالينا. نجي اليوم نحن هيك نطرح تعديلات، بقلة رؤية نطرح تعديلات أو تغيير النظام بهالوضع المتفجر، بنكون عم نغلط كتير وبنكون عم ننط بالمجهول بوقت نحن لازم نثبت الاستقرار بلبنان، وهذا أساسي بالنسبة لنا. نعم. أبدا ما كان الموضوع شد حبال أو موضوع أنه دعم للرئيس الحكومة على حساب، أبدا بالعكس، نحن بالنسبة لنا مقام رئيسة الجمهورية هو المقام اللي بهمنا بالدرجة الأولى. يعني نحن بالنتيجة قد ما نقول
وقد ما نجرب هيك نغير الواقع اليوم ان لبنان مركب طائفيا. نحن كحزب بغالبيتنا مسيحيين، يعني اكيد حريصين على الموقع الاول مثل ما حريصين على المواقع الاخرى، بس ما فينا نشد مع موقع ضد اخر، وخصوصي مش مع رئيس الحكومه ضد رئيس الجمهوريه. نحن نتمنى اداره البلد تكون ماشيه بانتظام، وهي فرصه بالنسبه لنا. الوضع اليوم بوجود الرئاسات الثلاثه مثل ما هن، وبوجود التسويه الرئيسيه للعمليات، في فرصه للبنان انه ينتقل ويعبر نحو بناء دوله حقيقيه. لسوء الحظ نحن ملوك تضيع الفرص، عم نضيع الفرصه وعم نلتهي بامور شكليه ما لا بتفيد المواطن ولا بتفيد لبنان. بتمنى انه هالمرحله تنطوى مع تشكيل الحكومه الجديده تنكب للاهتمام بشؤون المواطنين. عندنا كثير شغل كان على مستوى التشريع ولا على مستوى ولا على مستوى اللياقه التنفيذيه اكيد. يعني بالفعل شو معطياتك حول العقد الاخرى؟ يعني العقد السنيه اللي كنا بمرحله معينه يعني فكرنا انه منا جديه او حقيقيه، بعدين هلا رجعت العقد السنيه برزت بشكل كثير واضح وانها عقد حقيقيه. انا بشك كل هالعقد، كل هالعقد توحي وكأنها عقد اصطناعي او مفتعله بهالمرحله بالذات، كمان لتعليه السقوف او لمقاربنا. خلينا نشوف، برجع بقول بتمنى ما يكون الهدف هيك نسف تشكيل الحكومه من كليا الأساس. ما بفتكر في فريق بلبنان اليوم طوق انه ينسف الحكومه. انا بقول الكل متفقين على ضروره. ما في فريق ناطر معطيات اقليميه معينه تتبلور؟ الوقت مش لمصلحه حدا، وخصوصي مش لمصلحه الوضع اللبناني والمواطن اللبناني. ما في فريق اليوم هيك معه عنده طرف انه يقعد ينطر بانتظار شو؟ حتى نحكي انه انتم ناطرين العقوبات على ايران، ايه على بيع النفط الايراني. انا بتمنى بتمنى نشكل حكومه وزنه وجامعه قبل العقوبات، لانه بعد العقوبات رح يكون في صعوبه بتشكيل الحكومات. بالعكس نحن مستعجلين نشكل حكومه تكون شبكه امان قدام اي عقوبات جايه على لبنان، ان كان مباشر ولا غير مباشر، مثل ما هو مثل ما هي الاجواء. بقى بتمنى بالعكس، هذا موضوع لازم خلينا نسرع تشكيل الحكومه، لانه بعدين رح يكون في صعوبه تما اقول استحاله تشكيل الحكومه كل ما نقرب. الوقت مش لصالحنا. نعم، حضرتك طبيب، اليوم انحكى كثير انه وزاره الصحه بايد حزب الله ممكن تخلق نوع من الفيتو الدولي، ويعني بالمساعدات يصير في نوع من الصعوبه، هل تعتقد هذا الكلام حقيقي او هو مجرد؟ احنا ما عندنا معلومات حول موقف الدولي بخصوص استلام حزب الله. نحن ما عندنا مانع يستلم وزارة الصحة. نحن معتبر حزب الله بالتمثيل اللي أخذه بانتخابات نيابية يمثل فئة وازنة من اللبنانيين وفئة محترمه، ونتمنى على حزب الله ينخرط أكثر وأكثر بالحياة السياسية اللبنانية. نحن اعتراضنا على مواقفه الإقليمية وعسلاحه، غير هيك بالشق اللبناني نتمنى يستلم وزارات مثل غيره، وخصوصي أنه مبين في نية بمحاربة الفساد نحن من أيدها. وهون كمان بقول نحن رح نحط ايدنا بايد اي فريق لبناني بده يحارب الفساد او بتجمعنا معه مشاريع مشتركه وحدة. وانا بقول يلي بيجمع اللبنانيين اكثر من اللي بيفرقون. كمان هيدي نظره تفاؤليه لها علاقه بنظرتنا لمستقبل لبنان القريب، وخصوصي بعد تشكيل الحكومه. نعم دكتور فادي، بدي انتقل لعلاقتكم مع المرضى، عم تشتغلوا على مصالحه مع المرضى، بنتمنى انه ما تكون مثل المصالحة مع التيار الوطني الحر، يعني بمفاعيله كان على وسائل التواصل الاجتماعي أو شعبيا أو حتى سياسيا، وين صارت هالمصالحة؟ خليني أقول المصالحة يلي صارت مع التيار الوطني الحر ما انتهت مفاعيله. قد ما نشوف نحن تعليق شفنا كباش بالسياسي وبالشارع، يعني على وسائل التواصل الاجتماعي بعده ما عم يتخطى الحد، صحيح، وما عم يوصل للحدود يلي كان يوصلها بالسنوات السابقة. شلنا فتيل هيك الحقد والكيدية اللي كان موجود قبل، ومن ميلتنا واضح التوجه كيف هو مع تيار المرضى ذات شيء. في صفحة أليمة هي الحرب اللبنانية، بدنا نطوي هالصفحة مع كل مفاعيلها. نحن اليوم ما بقي كتير من هيك من ملفات الحرب، بقي هالملف يلي هيك علقان تنقول، صحيح، بدنا نطوي الصفحة من هيك بكل نية طيبة، لانه عن جد الحرب صارت ورانا، لازم نطلع لقدام بغض النظر عن ظروف الحوادث اللي صارت او كيف صارت او مين عملها. نحن مسؤولين نطوي هالصفحه، بما انه نحن مسؤولين اليوم بنمثل شريحه كبيره من هالمجتمع، بمسؤوليتنا
لازم نتحمل مسؤولية معنوية عن كل الملفات اللي مرقت، نطوي هالصفحة هيدي أساسية بالنسبة لنا. مصيرها تصير مثل المصالحة مع التيار، مصالحة مع التيار بالنسبة لنا بعدها ماشي، يعني المهم تكون علاقة طبيعية، وهذا ما بيمنع يكون في اختلاف بوجهات النظر. ما حدا يعني ما بيخفي على حدا نحن واحنا تيار المرضى عندنا رؤيتين، خلاف الرؤية الاستراتيجية طبعا، هيك تناقض، في خلاف استراتيجي كبير بالفعل بنظرتنا للخارج، نظرتنا لسوريا، بس ما بيمنع في كتير ملفات بتجمعنا، بدنا نشتغل على الملفات اللي بتجمعنا، واهم شيء نطوي هالصفحة الأليمة من تاريخنا ونطلع لقدام، بس مشان اولادنا ما نورطهم يلي ورثناه، لا نورطهم احقاد ولا نورطهم دم ولا نورطهم مشاكل هن مش مسؤولين عنها. نعم. بقى هذا دورنا كجيل، انه نحن جيل بلشنا نكبر، انا مخضرم بهاللعبه، كنا انا بالقوات من 40 سنه، اجى الوقت انه على ايام نحن جيلنا خلص ما نورط الجيل اللي بعدنا، نطوي الصفحه مشاكلنا بكل مفاعيلة حتى يقدروا يبنوا وطن على أسس متينة. هذا اللي عم جرب نعمله على أمل. في لقاء قريب بين دكتور سمير جعجع ورئيس تيار المرضى؟ بفتكر اللقاء صار تفصيل، أكيد في لقاء قريب، أنا ما عندي معطيات أيمتى رح يصير، بس أكيد منه كتير بعيد، بفتكر صارت الأمور هيك على خواتيمها. ولكن بتوقيت بلورة هالمصالحة مثل كأنها ضد تيار وطن الحر بهذا التوقيت بالذات، هيدي عقدة الاضطهاد ما بغير محلها. اليوم نحن بلشنا الحكي مع تيار المرضى قبل بكتير ما بلشنا مع تيار الوطن الحر. نعم. نحن من 2006 في لجنة مشتركة عم تنسق بيننا وبين تيار المرضى. هلا مزبوط الوتيرة كانت تتسارع أوقات تتخفض أوقات، بس من 2006 يعني ما لها علاقة بتوقيت معين اليوم، بالعكس هذه الأمور عم بينبنيلها من 2006، يعني صار لها 12 سنة لليوم وحلت وصال لخواتيمها. برجع بقول نحن جيل ما قلنا حق نورث الجيل اللي بعدنا المشاكل اللي ورثناها. نعم. وعم نشتغل على هالاساس. نعم، على امل انه تطوى كل الصفحات الاليمه ونبلش كلنا نبني وطن. من التحديات يلي ممكن تواجهها اللبنانيين والحكومه تحديات كثير كبيره اقتصاديه وغيرها، برايك بعد مرحله التاليف في حال تشكلت الحكومه خلال ايام، شو اللي بينتظر الحكومه من تحديات؟ هل هي تحريك يعني العجله الاقتصاديه بالدرجه الاولى ام في ملفات سياسيه معينه؟ انا برايي الملف الاساسي والحيوي هو الملف الاقتصادي. هي الحكومة عندها دور اقتصادي، لأنه اليوم أكبر خطر داهم على لبنان هو وضع الاقتصادي ووضع المعيشي كمان، يعني نحن اليوم بأسوأ مرحلة بتاريخنا اقتصاديا، الكل بيعرفوا كل القطاعات صارت تقريبا جامدة، والقطاعات المرتبطة ببعضها هيك بلشت تتفكفك. بقى ضروري خطة إصلاحية لها علاقة بوقف الهدر، بخفض العجز، بتحسين ترشيد الانفاق، واهم شيء ايجاد ايرادات للدوله من مكافحه التهرب الضريبي والتهريب والى اخره. في كثير ملفات بس الاساس هو اقتصادي، وكمان تحضيرا لمؤتمر صادر يلي ممكن ينعش شوي هالاقتصاد اللبناني بدون ما يكون هو الخلاص، بس بالقليله بيكون هيك جرعه حرك شوي هالعجله. على الأكيد هذا الملف الأساسي، إلى جانب ملفات أخرى أمنية سياسية العلاقة بمستقبل لبنان. أكيد عندها كتير مسؤوليات الحكومة، وهذه حكومة قدرة تكون منتجة، لأنه هي حكومة جامعة وهي حكومة جايب إن أخذ تأييد من مختلف الأطراف، وكل المكونات السياسية اللبنانية اليوم واعيين لخطورة المرحلة ومستعدين يخلقوا شبكة أمان مثل ما عم بيصير بيننا وبين كل الأفريقاء الباقيين. نعم دكتور فادي، ولكن مؤتمر صادر يعني انربط بإصلاحات معينة، ومثل ما بنعرف التجارب اللبنانية بموضوع الإصلاحات ما أنا كتير مشجعة، يعني كان في عنا مؤتمرات سابقة باريس وما قدرنا أبدا نستفيد منها لأنه كان الفساد هو العنوان الأساسي اللي رافق كل هالمشاريع. اليوم شو بيضمننا أنه ما يدل الوتيرة ذاتها مكملة؟ هلأ للأسف في إصلاحات مضطرين يعملوها ولا هيعملوها، يعني مؤتمر صادر ما بقى مش عطينا خيار، مش كتير كبير نعمل إصلاح أو ما نعمل إصلاح. الإصلاح هو ممر إجباري لإنجاح المؤتمر، إجا الوقت، يعني إذا نحن ما قدرنا نتحمل مسؤولية ونوقف الهدر ببلدنا ونعمل إصلاحات، منيح اللي إجت جهات غربية تجبرنا نعمل الإصلاحات، بس أنا برأيي بالنهاية رح تصب لمصلحة المواطن. على الأكيد
رح يصير في اصلاحات، وبلشنا على مستوى التشريع في جو تشريعي جدي له علاقه بالاصلاحات يلي بتمهد لمؤتمر صدر في نيه عند الكل انه ما يخلوا هالبلد يروح على الانهيار الاقتصادي. ما بقى خيار، وبطمن اللبنانيين على الاكيد في نيه جديه مش بس عنا، عنا وعن بعض المكونات الاخرى انه نبلش نعبر للدوله. هلا العبور للدوله منه كزدوره، بس في النيه انه نوصل لدوله تحترم الانسان، تحترم تضحيات اسلافنا، واهم شيء تحضر ل هيك لمستقبل اولادنا. هيدي اقل واجب عنا اياه، وهيك رح يصير. نعم، يعني طبعا انتم كنواب عم تحضروا الارضيه التشريعيه لتنفيذ مقررات صادر، وكنتنا بالجلسه الماضيه شهدنا يعني اقرار عدد من المشاريع بهذا الاطار، ولكن اليوم بالوقت اللي عم تحكوا عن الارضيه بنسمع انه في توظيف باعداد منا معلومه بوزارات وقطاعات الدوله وبشكل عشوائي واستنسابي ووفق محسوبيات. طبعا. يعني هيدا مؤشر غير جيد. في كتير مؤشرات غير جيدة. أنا ما قلت أنه كل المكونات السياسية مقررة تحارب الفساد. عند الإرادة. لا، أنا عم بقول أنه في صار في أكترية بمجلس النواب مقررة أنه تحارب الفساد. أنا ببني على هيك، وهيدا كله مبني على هيك ملاحظات بلشت تبين وإشارات بلشت تبين عند الكل. أنه في نية لمحاربة الفساد. لا، معركتنا طويلة. مين قال؟ أصعب معارك قبل بناء الدولة هي محاربة الفساد بلبنان وبغير لبنان، وهيدي المعارك اللي كلفت البلدان كتير غالي. يعني إيطاليا حتى حاربوا الفساد كلفتها قافلة من القضاة كانوا يغتلون عايم المافيا الإيطالية. فرنسا بين الثورة الفرنسية وبين بناء دولة في 100 سنة، 100 سنة من العذاب ومن الخضات. أنا ما قلت رح يكون مسار طويل سهل. يعني مسار طويل بتمنى ما يكون كتير طويل بلبنان، لأنه نحن مرقنا بالتجارب مرقوا فيهم الباقيين. ما بقى نحمل، خلص صار صرنا عارفين تقريبا شو لازم نعمل لحتى نتحول لدولة قائمة وعادلة وشفافة. بقى باقي القرار، ان شاء الله هيئته في قرار وعم نلمس عند البعض الاخرين قرار بوقف الهدر ومحاربة الفساد، وهذا مدخل أساسي لبناء الدولة. نعم نعم. دكتور فادي، حضرتك ونواب القوات كنتوا تحدثتوا عن رزمة مشاريع رح تطرحوها على المجلس النيابي من ضمن الرؤية الإصلاحية اللي عندكم إياها. هلأ ممكن بالحكومة المقبلة وقت يكون المجلس النيابي رجع استعاد كامل دوره التشريعي، شو أبرز هذه المشاريع؟ نحن بلشنا عم نحكي عن اقتراحات القوانين. هلأ صرنا مقدمين 3 أو 4، وهلأ في 13 اقتراح انون عم نحضرهم حتى نقدمون له علاقه بنظرتنا الاصلاحيه والحبل على الجرار. يعني في مطبخ تشريعي بالتكتل عنا عم يشتغل على قدم وساق لحتى نقدم كل اقتراحات القوانين يلي نعتبرها ضروريه لاصلاح الدوله. واكيد الدوله بدها كثير القوانين، بدها كثير تحديث واصلاح. في قوانين من 50 سنة، صحيح، في قوانين من 70، في قوانين بالي ما بقى تناسب وضعنا الحالي. هذا كله عم نشتغل عليه، وبرجع بقول مش وحدنا، نحن وكتل اخرى. خليني احكي عن اللي بخصنا، يلي بخصنا عم نعمل مطبخ تشريعي جدي يواكب عمل التكتل تبعنا. قريبا بتشوفوا مفاعيله ان كان باقتراحات القوانين ولا بالاليه اللي عم نشتغل فيها بمجلس النواب. نعم، يعني حضرتك اليوم جاي من المجلس النيابي كنتوا عم تناقشوا البطاقة الصحية، وهو أيضا مشروع طرح. وين صارت موضوع البطاقة الصحية؟ البطاقة الصحية من بعد ما تعدل الاقتراح القانون الأساسي، أعتقد اللي كان مقدمه النائب دكتور عاطف مجدلاني يلي نوجه له تحية، رجع دكتور أسهل حصباني قدم تعديل صحيح ونظرة جديدة للبطاقة الصحية. لكن في تمويلة، مش بس كفية تمويلة، صارت شاملة أكثر ولها علاقة برزمتين. رزمة لها علاقة بكل المواطنين. مثلا الملف الصحي بلبنان، يمكن ما حدا بيعرف، ما عندنا ملف صحي موحد بلبنان. يعني اليوم المواطن قادر يعمل نادور بالشمال ونادور بالجنوب بيومين مختلفين وما حدا بيعرف فيه. اوكي. يعني عم بحكي عن الهدر، عم بحكي عن الملفات الوهمية، لأن ما في مكنني وما في مكنني، لأنه ما في ملف صحي موحد يعني يعمل وقاية من الهدر، وقاية من هيك سوء استعمال
هذا الجزء الاول من البطاقه الصحيه اللي بيصير كل شخص عنده ملف صحي هو معروف مثل كل الدول المتحضره. هاي ملف صحي معروف شو عنده مشاكل شو عنده حساسيه شو عامل عمليات من شو لازم ينتبه الطبيب شو اخذ ادويه بالسابق وعمل عليهم مشاكل او شو عنده امراض واللي هي مدخل كمان اساسي لنظام صحي متطور. نحن ما قلنا حق ما نكون بمستوى البلدان المتطوره بالقطاع الصحي. اصلا تصنيف لبنان القطاع الصحي بلبنان منه سيء تصنيف جيد. نحن بالمراتب بالمرتبات هيك متقدمه بالنظام الصحي بس طبعا فيها نعمل اكثر بكثير وهذا جزء من اللي عم نعمله بالبطاقه الصحيه. وكمان لمسنا نية عند الاكثريه بهيك خلق البطاقه الصحيه والتغطيه الصحيه الشامله وخصوصي للناس يلي ما بيطالون تغطيه صحيه من اي صناديق اخرى صحيح يلي هن تقريبا بحدود 1,700,000 مواطن صحيح صحيح. ادويه او تامين الاموال لادويه الامراض السرطانيه ايضا يلي ما اقر بالجلسه التشريعيه الاخيره بعد عالق. صحيح اقر بلجنه الصحه ولكن هو بحاجه لجلسه تشريعيه منه عالق. باول جلسه رح يكون رح نشتغل انه يكون على جدول الاعمال ليقر في جلسه في الهيئه العامه. هيك رح يصير يعني قربت ما بقى بعيد في جلسه مرتقبه لازم يمرق فيها. ولكن بلك تاخر تاليف الحكومه يعني ما في اي اليه ثانيه لنقدر تكون الناس عم تحصل بلا قادرين نعمل شيء استثنائي لانه هذا موضوع استثنائي يعني صار موضوع شيء ادويه سرطانيه شيء مثل كارثه يعني ما فيك تتعاملي معه بالاطر العاديه يعني بالروتين الاداري المعروف ما رح يمرق بالروتين الاداري. يعني فينا نوصل لمطرح نقدر نقر هالبند لحتى كل مرضى السرطان يحصلوا على ادويتهم. هذا كمان منه ترف ما فينا نسمح لحالنا انه مريض عم ياخذ علاج للسرطان يوقف علاجه. طيب ليه برايك تم توقيع سلفي المطلوبه لسلفه الخزين المطلوبه للكهرباء وما صار في شيء مشابه لها للادويه؟ في شيء مشابه اقتراح القانون رح يروح على الهيئه العامه باول جلسه. نعم يعني هذا ضروره وحاجه للكل يعني هي منا شغله بتخص فريق دون فريق اخر. كل المكونات بلبنان عندهم مرضى سرطان بالنتيجه بدهم يتحكموا. طبعا طبعا بيطال الجميع طبعا بالفعل. يعني قبل ما نختم الحلقه بدنا نحكي شوي عن موضوع النازحين السوريين. كنا تاملنا خيرا بالمبادره والمقترح الروسي انه يترجم وتبدا عوده النازحين ولكن مع الاسف هذا الموضوع لم يترجم. برايك ليه بحاجه لحكومه؟ انتم تاملتوا خيرا. نحن بالنسبه لنا كنا عم نرحب باي مبادره تعيد النازحين لبلادهم بما فيها المبادره الروسيه اللي انا برايي ما ارتقت لمستوى المبادره، ظلت هيك افكار عامه. المبادره اللي لازم تصير هي مبادره سياديه من الحكومه اللبنانيه، قرار واضح باعاده النازحين لبلادهم وخصوصا النازحين يلي ساكنين بمناطق صارت امنه. صحيح وفي كثير مناطق امنه بسوريا. قرار موضوع النازحين حكوميه واضحه يعني ما في تجاذب بلبنان ما في تجاذب حول اهميه عوده النازحين لبلادهم، التجاذب حول كيفيه اعادتهم لانه مثل عاده على طول بنلاقي مشكل بالشكل مختلف عليه. لا هذا موضوع سيادي موضوع كمان مثل مرض السرطان بهم كل اللبنانيين. في ضروره انه عوده النازحين لبلادهم وخصوصي جزء كبير منهم عايش بمناطق امنه بيقدر يعيش يرجع على مناطقه الامنه بدون ما نعمل كل هال يعني مش المبادره الروسيه هي بترجعهم. وعم نشتغل على الموضوع تيكون قرار ينبع من الحكومه اللبنانيه. هذا قرار سيادي ما بيقدر ينبع الا من الحكومه اللبنانيه ما في يجي من اي طبعاً. حكومه اخرى يعني طبعا طبعا. نحن وياك وصلنا لختام هذه الحلقه. شكرا لوجودك معنا دكتور فادي سعد. شكرا مشاهدينا. شكرا للمتابعه والى اللقاء.